السلام عليكم، كيف حالكم طيبين؟ طبعا اليوم راح يكون ان شاء الله تفتيح بكجات الايتو. اللي ما يدري انا ايتو عندي اساسا قبل من بنر الاول، فعندي هو وسلاحه، لكن الفكره اني انا بوصله سيتو، لان سيتو باختصار يخليه شخصيه ممتعه اكثر، دمج مستمر اكثر، يعني وضع يكون تمام افضل ما يكون سي زيرو. وهذا كله طبعا راح نوضح ان شاء الله في مقطع ثاني. وقبل ما نخش المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك، اللي مو مشترك اشترك عشان توصلك يعني كل مقاطع وزي كذا حركات وتكون متابع مخلص. يلا دوم ما كثر عليكم، خلينا نخش مع المقطع. يلا يلا حنبدا. طبعا شوف حنطب هذا. يلا يلا بسم الله. يلا يلا الحفره. شوفوا هذا تكنيك جديد، تسوي زي كذا. بسم الله. لا 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 يا اخوان. هذه فيها تشيش، انا عارف الحفره هذه حتجيب لي تشيش، انا عارف. يلا يلا بسم الله بسم الله. اوه صح، دقيقه. لازم نشوف البيت اول شيء شباب. اصبر 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 اصبر، انا عارف حمستكم، اصبر. اللي حيط في جوالك انا اسف، لكن لازم نشوف، لازم نعرف المستقبل. خلينا نشوف البيت. حسيت انه وصل. اصبر اصبر. حلو، 6 و6 36 7 8 9 يا مرات 39. يلا بسم الله بسم الله. يلا جينا جينا جينا. قلت ممكن. يلا يلا اللي بعد اللي بعد اللي بعد. شباب شباب، تصويت تصويت بسرعة، افوز ال 50 ولا لا؟ بسرعة بسرعة. 59 الان. يلا يلا صوتوا صوتوا. يلا اسمع عشان نكسر الرقم 60 هذه. ها يلا. الله يستر الله يستر. اوكي 3 2 1 يلا. سبعين. اوكي طيب يا اخوان معليش، اعتذر مرة ثانية، انا بعصت عليكم الموضوع، لكن جايب لكم اليوم منتج في حال انه انبعصت يعني ما جاك ايتو، انت تحب ايتو فخلاص حط ايتو في الطبيعه يعني. فزي ما انتم ملاحظين هذا هو الستاند. كويس ما طاح. هذا هو الستاند، في منه شخصيات كثير. بحط لكم رابط الموقع، حتلاقوه تحت في الديسكربشن، وفي كود سموكي استعملوه وعليكم بالعافيه. نرجع للمقطع. الله يستر يا رب يا رب بليز. الله ياخذ الله ياخذ. طول 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 يا ربي يا ربي. ياهو دقيقة. يا الله يعني انا الين متى؟ الين متى وانا اجيب مونا؟ الين متى؟ انا خلال شهر جبت 3 مونا، اللي بعد اللي بعده، نحن فيها نحن فيها يعني حنبكي الين متى؟ حنبكي الين متى؟ كلهم الحفره، الله يلعن الحفره هذه يا شيخ. اوه سي 6 مسوي فرحان. والله ما ادري كم فتحت، خلاص تعال بس تعال. الله يلعن جدك يا شمس. رب عيب دقيقة. حتى سي 1 ما في. اصبر بالله سي 1 ما في حتى. يا ربي
عشان كذا شباب سقف الطموحات لا ترفعوه زياده عن اللزوم. تيتو شباب ان شاء الله 200 دولار احساسه كان في محله. انا عارف شوف هي يعني يوم يوم يعني لك 50 يوم عليك عارف. انا والله حزين. اصبر اصبر ما توقعت انه يكلفني قد كذا. الله يقلع راسي. هالدنيا الدنيا يا اخوان. عاد شوفوا يقول لكم العمر مره صح؟ يقولوا العمر مره. ما ادري انت تقولوا ولا ما تقولوا. الله العمر مره اخي سبحان الله. ادفع لك حياتي كاش. الله الله خير دبل. لا ما في دبل. لا 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 يا اخوتي اصبر. لا دقيقة يا الكلب كلب والله يا كلب يا ساتر. اسكت اسكت وخر خلاص اسكت. يو يا ربي يو. خيله دبل. لا خلاص هلا العب. حكمة اليوم يا اخوان انه مدري بس حكمة والله صراحة ابداع صراحة والله ابداع. بس يلا خلينا نشوف مرة ثانية. خلاص اوكي ها كمان حبة. هذا 11 حلو. كيس 3 11 12 13 14 15 طبعا لك طول الهبلة هذيك. خلونا اشوف ايش وضعها. ممكن ابنيها ما ندري. انا حاليا حاكل جزر لنهاية الشهر ما شاء الله. طيب وبكذا يكون مقطع اليوم غلق. لكن من ناحيه ايتو لسه ما غلقنا زي ما انتم ملاحظين. السيات لسه ما فكيتها. ان شاء الله المقطع الجاي راح اوريكم فرق السي 1 وفرق السي 2. طبعا النيه للامانه كانت سي 6 لكن صدقا طفرت يعني ما لقيت دعم شباب يعني. لا لا والله جد يعني صراحه كانت في النيه ولسه في النيه يعني كذا ان انا اجيب سي 6 لكن ما ندري لسه يعني. خلي البنر باقي اظن تقريبا 15 يوم 16 يوم فممكن ممكن لا يعني ممكن تلاقوا فجأة مقطع سي 6 فجأة ممكن تلاقوا مقطع سي 2 فانتوا حظكم يعني. عموما مقطعنا الجاي راح يكون ان شاء الله دمج ايتو. طبعا موصل لاخر حاجة بنعطيه دبل كراون بنظبط اموره وارتفكتات وكل حاجة. فالمقطع الجاي ان شاء الله راح يكون مقطع حلو. فاشترك اللي مو مشترك عشان يوصلك المقطع الجاي لانه ان شاء الله راح يكون حماسي. ولا هنا يعطيكم العافية على مشاهدتكم. نشوفكم ان شاء الله المقطع الثاني ومع السلامة.